وسط إجراءات احترازية تراعي صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، تتواصل فعالية مهرجان ضواحي التاسع وبإقبال جماهيري كبير في حديقة المنتزه بمدينة الشارقة، بتنظيم من دائرة شؤون الضواحي والقرى وبالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية، بدءا من 10 من ديسمبر الجاري وحتى 2 من يناير من عام 2021. يأتي مهرجان ضواحي في هذا العام في حلته الجديدة، فيها 4 فقرات يومية، وهي بالتعاون مع هيئة الشرق للإذاعة والتلفزيون. بداية مع الفقرة الإذاعية، وهو برنامج إذاعي يومي لمدة نصف ساعة عبر أثير الشارقة. يليه البرنامج التلفزيوني، وهو عبارة عن برنامج مسابقات للجمهور والمتصلين عبر تلفزيون الشارقة. يليه واستكمالا عبر حسابات التواصل الاجتماعي برامج متنوعة للجماهير وسحوبات قيمة. وأخيرا عندنا الفقرة الأخيرة اللي هي العب مع ضواحي، وهي مسابقات متنوعة للأطفال. طبعا يتميز المهرجان في هذا العام بجوائزه القيمة، بداية مع وجود 4 سيارات كجوائز تسحب نهاية كل أسبوع، على أن تسحب في اليوم الختامي سيارتان. يأتي المهرجان تزامناً مع عطلة الربيع، إذ يعد الحدث الاجتماعي والعائلي الأبرز الذي يسهم في ترسيخ أجواء المحبة والترابط، إضافة إلى الزخم الذي تتميز به فعاليته المتنوعة. تعتبر مشاركة جمعية فرسان الإمارات التطوعية هي الثالثة على التوالي في مهرجان ضواحي 9. دورنا في هالمهرجان أن ننظم بداية من شباك التذاكر في تسجيل الزوار عن طريق الأيباد لدخول سحب السيارات، كذلك تنظيم عملية دخول وخروج الزوار، وكذلك تنظيم أماكنهم حسب الأرقام الموجودة. كذلك دورنا في مساعدة بقية الأفرقة، كلنا نتعاون لنجاح هذا المهرجان. نحن اليوم جايين مهرجان طيب، وفيها الامر العدل، وفيها جوائز العدله، دول عمل الشيخ سلطان اسمع، وهذا كله فضل الله، فضل الشيخ سلطان. السنه غير، وحلول الهدايا كثيره اكثر من اول، والسحوبات على 4 سيارات، والعابهم حلوه نستانس. مفاجآت مختلفة وعشرات من البرامج والمسابقات الترفيهية والتوعوية التي ستتيح الفرصة الأكبر للفوز بالجوائز المختلفة والسحب الدوري للسيارات. فقط احجز تذكرتك فوراً لتتمتع يومياً في مهرجان ضواحي 9 بأجمل وأمتع اللحظات التي ستظل خالدة في ذاكرة جميع أفراد العائلة.